السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم دانا، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن طريقة ناجحة بنسبة 100% لإصلاح لمبات الليد، ولكن شرط دائرة الباور الخاصة باللمبة تكون من نوع الليد درايفر، يعني اللي بتخرج تيار ثابت مهما قل الفولت. طريقة فتح البلاستيكية بحيث تمسك اللمبة، ونظام هي معمولة كبس. اللمبة عبارة عن دائرة ليد وبعض من اللمبات متصلة مع بعضها عن طريق التوالي. احنا طبعا ذكرنا في فيديوهات سابقة اكثر من مرة ما هي مواصفات دائرة الليد درايفر، انها بتكون فيها متحكمة، بتثبت التيار مهما قل عدد الليدات التيار بيكون ثابت، وده هو اللي بيكون بيحافظ على عمر الليدات. اما في بعض الدوائر بيكون فيها مكثف سيراميكي زي ده، المكثف السيراميكي زي ده للأسف بيخرج تيار متغير، يعني علاقة عكسية بين الفولت والتيار، شدة التيار، يعني كلما قل عدد لمبات الليد الفولت بيقل، هيزيد التيار مما يؤدي إلى سخونة واحتراق الليدات بسرعة شديدة جدا. طبعا عايزين دلوقتي نعرف الليد التالف، ممكن بمجرد النظر تعرف الليد اللي فيه علامة سوداء هو يعتبر ده الليد التالف. أما في حالة عدم ظهور أي علامة سوداء هنستخدم طريقة بسيطة جدا، هنجيب دواية نركب فيها اللمبة، هنوصل أطراف الدواية بالتيار الكهربائي، هنوصل مفيش أي إضاءة في اللمبة الليد. أنت ممكن تجيب جهاز الأفوميتر وتقيس الفولت الخارج من البوردة بحيث تتأكد ان البوردة سليمة، هتلاقيه مثلا 230 فولت، ان احنا يعتبر لسه ما حملناش الليدات عليه. عند تحميل الليدات بنخفض الفولت بالفولت المناسب لإضاءة الليدات. دلوقتي احنا محتاجين نعرف الليد التالف باستخدام ملقط عادي، هنعمل زي كوبري على الليد. هو الليد واضح، ولكن انا حبيت اوري لحضراتكم برضه طريقة بحيث تعرف بيها. زي ما حضراتكم شايفين اضاءت اللمبة كده، احنا عرفنا ان العيب من الليد ده. هنعمل له ازالة، هنفصل التيار الكهربائي. التجربة دي انا استخدمتها واللمبة بتفضل عادي مفيش اي مشاكل لمدة شهور، لغاية ما الليد اخر بسبب العمر الافتراضي ليه برضه بيتلف. ممكن برضه تعمل له كوبري مفيش اي مشاكل، لان زي ما قلنا لحضراتكم دايرة الليد درايفر بتحافظ على عمر الليدات لانها بتخرج تيار ثابت. باستخدام القصدير تقدر تعمل الكوبري. اما في حالة نوع اللمبة كان مش فيها الليد درايفر، نظام مكثف سيراميكي، هتضطر انك تعوض مكان الليد اما بمقاومة قيمتها مثلا من 60 حتى 100 اوم، نص وات يفضل، او ممكن تعوض باستخدام زينر دايود بنفس قيمة الفولت، او ممكن يعني يعتبر توصل اثنين عن طريق التوازي بحيث يستحمل الوات، او ممكن برضو تعوض بليد من نفس نوع اللمبة. هنشغل اللمبة اضاءت زي ما حضراتكم شايفين. هنركب القطعة البلاستيكية اللي بتستخدم لتشتيت الضوء، زي ما حضراتكم شايفين اللمبة ضاعت. وبكده زي ما قلنا لحضراتكم دي طريقة ناجحة بنسبة 100% وفعالة برضه. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا متابعين قناتكم دانا، أتمنى تكونوا استفدتوا معانا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.